ننساش للوزير. نحن قبلنا وزير العدل، قبلنا وكيل الجمهوريه، عندنا عمال عندهم احكام يخدموا من 82 وبالاحكام نتاعهم، وبعثناهم الحقيقه والكرام وعدوه لكم ذنب الوزاره، راهم محطوطين في الرفوف لط. عندنا ناس تخدم من 82 قاعده في صنف سنين، راهو حرام، راهو واحد كذاك مكلف كي بيناك شاف كوجينا خادم في سندباد، خادم في الهيلتون، خادم في الوت الكل دايره، فهمت ولا؟ ونبقى في صنف سنين حرام عليك. يتعاملوا معنا حل يا عنا الجزائر، نحن كيما يقولوا فيها خلنا نلتجوا للجزائر، علاش نحن من عنابه حتى للقصرين وكلها تابعه للجزائر، فهمت ولا؟ احترمونا شوي، رانا ناس قاعدين مضحيين، ثم انسان هنا يعلم بها ربي، يعلم بها ربي تاخذ 800 ألف وعاملة تخدم في التربية تاخذ في 1300، راهي عاملة تخدم هنا في 12 ساعة و9 سوايع ويعلم بها ربي.